تهان وتبريكات يزفها هؤلاء الأبطال بحلول العيد، مباركين للقيادة والشعب ومعايدين على الأمة العربية والإسلامية بميادين الشرف والبطولة. أهلنا سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد وكافة الشعب السعودي بعيد الفطر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أيامنا كلها فرح وكلها سعادة. أحدثكم الآن من شريط الحدودي قطاع جازان، وأطمئن الجميع بأن حدودنا آمنة مطمئنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود الرجال الذين يقفون كالجبال على حدودنا بكل ثقة وبكل معنوية عالية، متسلحين بسلاح الإيمان أولا، ولديهم كافة القدرات العسكرية وكافة وسائل الرصد والمراقبة ومتابعة أي متسلل يتم رصده من مسافات بعيدة والتعامل معه بكل حزم وقوة. صيام رمضان وقيامه وثم العيد أوقات يعيشها الجندي السعودي على الحد الجنوبي بكل ثبات وافتخار، راجين من الله أن يكتب لهم أجر الرباط وأن يرزقهم الأجر أجرين. الرجل يقف على الحد، كيف تبغى معنويته؟ يدافع عن حدود وطن، عن مقدسات، عن بلاد الحرمين. هؤلاء الرجال الأشاوس تقدر تفتي هذا الوطن بأرواحها، معنوياتهم عالية وأمورهم طيبة، ونحمد الله ونشكر على كل حال. في كلمة أتذكرها للراحل المغفور له سعود الفيصل، يقول: لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرع طبول حرب فنحن لها. فعلا احنا يوم جت الأزمة الحقيقية كانت المنطقة هذه كلها فيها هذه الشرذمة الفاسدة، بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الرجال الأشاوس طردنا جميع المعتدين من هذه الأرض، وتشوف الآن الأمن والأمان يسود في هذه المنطقة كاملة ولله الحمد. الرجال الأشاوس على طول سهرانين في حماية هذه الحدود، وبإذن الله هذه البلاد ستبقى آمنة مطمئنة إلى قيام الساعة. كل عام وأنتم بخير، اقضوا العيد مطمئنين، كلمات يوجهها الجنود المرابطين من خط النار للشعب السعودي، مبشرين بأن العدو في أضعف حالته وبأن النصر قريب بإذن الله. للقناة السعودية، عبد الله شماخ، الحد الجنوبي.